بمناسبة الذكرى الخامسة لنصر الضلوعية على الإرهاب، شهد القضاء احتفال مهيب حضره كبار القادة السياسيين والعسكريين وشيوخ العشائر، حيث سلط الضوء على بطولات أبناء القضاء وتضحياتهم التي كانت بداية النصر على الإرهاب. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. ما جسدته مقولة انتصار الدم على السيف في واقع مرحلة عاشها أبناء الضلوعية أثناء تصديهم للهجمات المتوالية التي كانت تشنها عصابات داعش الإرهابي، أعطى بريقا للاحتفال بالذكرى الخامسة منذ تحرير القضاء الذي مثل حجر عثرة في مشوار اندحار القوى الإجرامية الظلامية. دافع عن العراق من هذا المكان، ومن هذا المكان أثبتنا بأننا جزء لا يتجزأ من العراق، ولم ننتمي لأي فكر أو جهة أخرى تعارض فكر العراق. كانت بداية صعبة جدا، ولكن كان لأهالي بلد والسعود والدجيل مواقف في الإمدادات وفتح خطوط نقل الإمدادات. كل هذه أثبتت بأننا شعب واحد وطائفة واحدة لا يفرقنا أي شيء. إن هذا الصمود هو للعراق والنصر هو للعراق، وهذه التضحيات أكيد فداء للعراق. العراق يحتاج إلى تضحيات، ولهذه اللحظة مستمرة التضحيات دفاعا عن العراق وعن راية العراق واسم العراق واستقلال العراق. طبعا احنا نشكر اهلنا شيوخنا وشبابنا ونسائنا واطفالنا ذوي الشهداء هنا وفي عموم محافظاتنا، وكذلك جرحانا الابطال على مواقفهم البطلة. فيما تعددت فعاليات هذا المهرجان الذي احتضنته قاعة الشهيد زياد أحد أبطال معركة ذات السواتر الشهيرة، لتبين البطولة بحذافيرها والعنفوان بذروته والإباء برجاله والعزة بماضيه وحاضره ومستقبله لمجتمع اعتاد على بذل الدم فداء للوطن والمقدسات. حضرنا من مدينة العلم إلى توأمها الضلوعية في هذا اليوم المبارك لنشارك الفرح والكرنفال اللي مقام على ذكرى الخامسة لفك الحصار عن مدينة الضلوعية وانتصار الحق على الباطل، انتصار أبناء قبيلة جبور من هذه المحافظة من مدينة الضلوعية على داعش وأعوانه. والحمد لله احنا اليوم نشوف الناس كلها مبتهجة وفرحانة ومسرورة بهذا اليوم المشمس الجميل، مشاركين بهذا الفرح مستذكرين دماء شهدائنا. نتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر في هذا المكان، ونتقدم بالشكر الجزيل لكل الأجهزة الأمنية التي واكبت هذا الاحتفال، ونشكر كل الأجهزة الأمنية التي وقفت في تحرير الضلوعية ومناطق صلاح الدين البطلة، وكذلك نقدم شكرنا الجزيل لجميع أهالي بلد والدجيل والعشائر المجاورة في إسناد المقاتلين. ما تحقق في هذا القضاء من معارك ضروس مع داعش الإرهابي ودحره على أعتابه أعطى الدلالة الواضحة على النهج الوطني الذي يسير عليه مجتمع هذه المحافظة. من الضلوعية عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.